عمليات الشراء من المورد الجزء الأول لعمل طلب مشتريات، إضغط المشتريات، ثم عمليات المشتريات، ثم طلب مشتريات. إضغط جديد. إضغط مرتين لتحديد اسم المورد. ستظهر شروط الدفع والعملة تلقائيا. حدد التاريخ. اختر اسم المخزن في حال كان لديك أكثر من مخزن. اضغط على خانة باركود مرتين لتحديد اسم الصنف. حدد الكمية، الوحدة والسعر، ثم اضغط حفظ. اضغط ترحيل الملف.